رايح يا حبيبي وين؟ راحت على الدرويش ياللي بيرضى وبيعيش، ضيع امل ضيع حلم دهن الهوى ورنيش. راحت على الدرويش ميش احلم وميش، لما القلب تعبى ظلم لبس اشواق وخيش. عيش 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 عيش، لا يهمك دموع لا يهمك تشويش، لا يهمك دموع لا يهمك خالي. ولدت وجابت لك عروس. نشكر الله، اشكرك وحمدك يا رب. الحمد لله الحمد لله. خالي وين اوعد البيع؟ يا حبيبة قلبي نسيتهم بالبيت، راح ابو حسن يجيبهم ان شاء الله ما بتاخر. طيب مو مشكلة، احفل لك اياها ماشي من عنا بين ما يكون. يكتب الف خير ان شاء الله بفرح فيك يا رب. يا رب الله يسوقك يا ابو حسن. معليش فوت شوفها حبيبتي. الله يخليك. تفضلي. تسلمي. طول بالك يا صهري، والله ما بدي اياك تتضايق. مرت عمي عم قلك شاحت بنتك من المخفر. من المخفر انت بدك كان يتضايق لكان انت. ايوه تقبرني هون جيب لك سكينه لحتى تذبحني من الوريد للوريد. هذا بدل ما تحاسب اخوك سرطان مدود لانه شحتني على المخافر. خطيبتك انا شو صاير لك القصه وما فيها رحت بدي رجع الموبايل من تمساكت من غير ما اساوي مشاكل لك. حطقني الحق علي لي ما بدي زعلك. طيب طالما القصه هيك ليش قلتي قدام الضابط انه الموبايل الك؟ لاني تيست بعيد عنك. حطقني. أنا قلت له للسيد فادي أنا ما عندي مانع رجع لك الموبايل بس بشرط عن طريق رفيقك وما أشوف خلقتك. فجأة لقيت لك يا تصنبع قدام خلقتي، حسيته ضحك علي قمت تيحت بزيادة وقلت لا ممكن رجع له الموبايل. مشان هيك قلت للضابط إنه هذا الموبايل إلي. بس شو بدي ساوي؟ أنت ما عم تفهم، ما عم تفهم إنه هذا كله عم بعمله لحتى ما تزعلوا لأني بحبك وبخاف على مصلحتك. عن جد؟ لك أنا عم بمزح. طيب الله يسامحك يا رمزي، يعني من الأول حكيت هيك مشان أفهم أنا، ما كنا وجعنا راسنا مرت عمي. أيوه ليش حضرتك كلفت خاطرك وسألتني شو صار يا بنت الناس ولا شو القصة؟ على كل ما لي شيء حبيبي منيح اللي بينت على حياتك من أولها. يي لساتنا على البر الحمد لله الحمد لله. شو بر ما بر؟ الله يهديك يا صهري، أطول عمرك متسرع وعجول. طيب مرت عمي أمانة الصعبة حطي حالك محلي ما بتتضايقي. أيوه تقبرني ما
تواخذني، جعزت لك خاطرك وكسرت لك اياه، مشان الله حقك علي، هات ايدك لبوسه. ذاتا انا اللي مكسور خاطري، ليش؟ لانك حبيبي انت ما عندك ثقه فيني من الاساس، لانه لو هي الثقه موجوده كنت ما كبرت ادانك وعطيتها للعالم، خصها اخوك هذا سلطه لندوت، الله يورجيني فيك يوم يا سلطه. لك انت ما بدك تفهم انه اخوك بيغار منك لانك احسن منه واحلى منه، وفوق هيك بيغار مني لاني احسن من مرته وبس وراثه. على كلين هذا الحكي كلياته مبقى يفيد هلا. يي يا امي، لو تشوفي اخو سلطه هالبهيم شو ساوى وشو عمل وشو ردح لك بنص الشوارع، فضحني 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 يا عمي. لكن الناس تقول له بنحلها مع البنت على رواق من غير ما نحطها على المخافه، هو يقول لها ابدا، وينط بتعرفي قديش طويل وهبي، ينط اسمع اسمع مطير لا تكرسني، وينط لك بنص الشوارع ويقول لهم ابدا انا بدي اشحط على المخفر. ليش؟ لانه بدي افهم الحقيقه. اله اله يعرفك الحكمه يا سلطه، لا شمال ولا جنوب ولا ليل ولا نهار ولا شرق ولا غرب. يلا حصل خير، قوموا خلونا نقعد برا قبل ما يحسوا نسوان اخواتي. يلا قولي قولي سلطه، انت مو معقول، مستحيل تقبر قلبي تقبر قلبي، انا بحياتي ما شفت حدا مثلك، ما في حدا قدك بالدنيا كلها تقبرني. هلا بكون مطيع عم يمزح فيه وانا راضي، يا بتعرفي مطيع كمان مطيع هيك مثلي الزلمه اللي كشش البلد. يعني قلتك بتكون فقست لجوازي؟ عم لك حطيت ايدي بالقصة، بتعرف شو يعني حطيت ايدي بالقصة؟ لا تقبرني شو؟ يعني سلطة لما يحط ايده بقرني يعني اعتبريها خاصة. ان شاء الله بتقبر قلبي، إلهي يا حق، إلهي ما يسلطك على حدا تقبر قلبي معنا، تقبرني. بتعرف شو؟ شو؟ كنت بتمنى اطلع جاسوس. جاسوس؟ ايه، كان يسموني سلطة الهجان. العميل 2007. الله يوفقك ويخليك لا تزعلي مني، والله العظيم مو بإيدي رمزية، أنا بعرف إن بعض الظن اسم، بس يعني شو بدي ساوي، والله مو بإيدي والله. طيب ليكي انسي، خلاص انسي الموضوع كله، يعني خلينا نعمل مثل ما بيقولوا المصريين جرابيني، يعني خلينا نفتح صفحة جديدة. هاي شغلة تنتسى يا مطيع؟ قال له شو بدي اتذكر منك يا تفرجي؟ قال له كل عضة بغصة، لكن انا يا منظوم بقول لك لا تفتح تمك بكلمة وتجيب سيرة انك جبتني من المخفر قدام امي، بتقوم دغري بتبق اللي بقلبك وبتكر الكراتي بكلمتين هريت، شو ما بتنبق البحصة بتمك انت؟ الله يلعن، الشيطان ابن كلب لعب بعقلي، استغفر الله العظيم. بوعدك، والله العظيم ما يخبرني. خلاص مطيع. يا الله، خلاص والله تقطع قلبي. خلصنا مطيع. لا اريد ان شاء الله رجال بدك تبكي خلاص. لحنا لك يخرب بيتهم يخرب بيتهم، شو قوايا لك هن القوايا ولا هو الدرويش زياده؟ لك خلاص بقى بصيدي، اذا مو عاملين له شي عمل اختي يعملوا اللي بدهم اياه، احنا شو دخلنا فيهم؟ ينمحقوا ينمحقوا؟ ايه شو ينمحقوا؟ ايه والله والله لاقول لاخواتها انه اختكم وصلت للمخافر. يخرب بيتك يا الهام، ان شاء الله بدك تعلقينا مع حماتك مره ثانيه. اختي ببوس ايدك لا تحكي لجانا، لك والله بيذبحوها. لك اي يذبحوها وان شاء الله بيموتوها كمان، ما هذا اللي انا بدي اياه يا حوضي. ما بعرف شو بدي اقول لك، ما في حدا لحدا، ما استفدت شيء، ما حدا عم يرد. قولي على عمتي يكون مفرقة وعدي هذا الشب بغيابنا وناطها ابوها، قولي قلبي مثل النار.
لك امي لا تفوري على البلد ولا تفوري دمك ان شاء الله صغيره ما بسوى مشان حليماتك. يا علي يا ستي لساتك ملفوفه بغراب. يا لامتي عليكي. يا ريتني رحت انا جبت لنا البئجه وطمنت وعرفت شو صار. يا ربي شلون بدي اطلع انت ادرى بمستشفيات الدوله؟ اذا طلعت ما بيدخلوني. لا امي ما تطلعي تبكيني. يا ربي عم يقول لي عقلي فوت على الغرفه اللي جنبنا لاقي لي شي حدا ولدان اخذ له من عنده شي قطعه. خليني اروح. يا لامتي لسه ما اجت الصغيره بلشنا بالشهاده. من حبيبي انا رد علي قولي. من حبيبي انا رد علي قولي. من حبيبي انا رد علي قولي. انت شو شو وقفي وقفي ما عم تعرفي تغني. ما عم تعرفي تغني. صوتك حلو وعندك رخامه بس ما عم تعرفي تغني. هاي الغنيه بدك تعملي فيها اعراب. شو يعني اعراب؟ اعراب بدك ترجرجي صوتك. بدك ترجرجي انت افترضي العالم اللي ورا شلون يسمعوكي. بده يكون في صوت عالي. شبكي شوفي انا شلون مغني بعطي الصوت من مصاريني بنكته نكت. يلا قول لنشوف نكت. تكرم عينك امي شو نفس الغنيه حغني لك. يلا معي على نفس العده. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. من حبيبي انا رد علي قولي. من حبيبي انا الو يعطيك العافيه. والله بدي اسالك اختي مو هون بيت سلطه؟ بلا هون بيت سلطه. الله يخليكي فيني احكي معه؟ معك بلال من ورشه المعلم ابو عدنان. ايه على عيني دقيقتين بس. سلطه واحد بده اياك من ورشه ابو عدنان. لك الف مره قولي ابن عمي. ابن عمي. الو الو كيفك سلطه؟ الله يخليك والله مشتاق لك انا حبيبي. ليك بيقول لك المعلم ابو عدنان اذا حابب تنزل على الشغل انزل لانه بصراحه مكسور علينا شغل كتير وبدنا شغيله. الا اذا ما بدك تجي لحتى نجيب غيرك. لا شو ما بدي اجي بكره اول واحد بيجي. بدي اسالك زينب اللي كانت تشتغل عنكم ما عاد اجت تشيل عنكم؟ ايه دي عم بيسالني عن زينب اذا عم تجي ولا لا. الا عم تجي تجيك بجيه. ايوه حلو ما عاد تسلم لي عليها كثير. وينك بلال؟ لما تطلع من الورشه حاكينا على هذا الرقم ماشي؟ ايه خلص ماشي ماشي. ايه ايه ماشي. بدك شعير؟ الله يخلي لي اياك يا رب. والله انت مفضل حبيبي ما بدي غير سلامتك. شكرا. خلينا نشوطك بلالو. حاطك تنزل على الشغل؟ ايش قالوا لك عني اجدا؟ سلطة؟ قلت لك ألف مرة قولي ابن عمي. ابن عمي؟ سلطة؟ نعم. خليني انزل انا اشتغل، والله لازم ما مصاري يا حبيبي، بكره جاينا ولد على الطريق لا تنسى. حبيبتي من هون ليجي قاسم. مين قاسم؟ قاسم ابننا، من هون ليجي قاسم، انا بكون انتسبت بالنقابة واخذت عضوية مطرب، بكون عم غني بالنوادي اقل شيء بالليل عم باخذ 10,000 ليرة. 10,000 ليرة؟ لك ايه 10,000، ليكو جارنا ياسين عم يغني بالليل وبالنهار عم يشتغل على التاكسي. هيقول العالم عم يلحق له 50,000 ورقة بالشهر. لك انا بس مو خايني غير شغلة واحدة. شلون ياسين عم يغني وانا بعرفه اخرس ياسين؟ لا والله يمكن هلا مو قصدهم على هذا ياسين اللي انا قصدي عليه، قصدهم على واحد ثاني، بس رغم هيك صوتي احلى من صوته. تقبرني لا تزعل مني ولا تعصب علي، يعني انت صوتك حلو بس مو زيادة. يا ريتك سافيتيني 50 شحاطة بنص خلقتي ولا حكي هالحكي. لانه كل اللي عم يغنوا صوتهم مو احسن من صوتي، كلهم عم يركبوا هذا الجهاز كوريزل اللي بيظبط الصوت كلياتهم، وانا بكره بركب واحد وعم درب صوتي. وهي امي بتشهد شهادة الحق، امي صوتي حلو ولا مو حلو؟ لك ابني صوتك عم يجرد جرج متر الهيع البلاط، بس لحق لك ما اكثر من هيك. شو هي طنبو؟ ايه شو ساوي بحالي يعني؟ لاخذ سكر نبات كثير تقبرني، كوك طول سكر نبات صبح وعشيه والظهر والمغرب قبل النوم، وينها؟ بتلاقي حالك تغيرت وصار صوتك حلو. لك اذا الله ما اعطيك صوت بالزبط بدك تساوي صوت؟ عن جد اخواتك بالحبس مانن دكاتره مثل ما قلتي لي؟
يا سيدي بالحبس، ولاد الحرام لبسوهم تهمة زور، ويا ما بالسجن مظلي. انت بدك تتجوزني لي ولا بدك تتجوز اخواتي؟ طيب ليش ما قلتي لي؟ اخي انا رح الحق من الاخير الحاصلو، انا وحده كذابه، وشو بدك تساوي ساوي، واذا بدك تفك الخطبه لفوتنا ولك كيليات الذهب اللي جبت لي اياهم. سلطه؟ ايه تقبرني؟ يعني انا ما بحب اتطلب، تعرفني انا خبزه وبصله باكل من تمساكي، بس يعني هيك عم اقول بيني وبين حالي انه مو لازم تجيبوا لنا حلوان الصلحه، لانك صالحت انت ومطيع، الحمد لله يا ربي انكم تصالحتوا. تكرم عينك حبيبتي، قولي شو جا عبالك اجيب لك. شو جا عبالي؟ ايه شو عبالي؟ شقف وكباب ناطف قلبي عليها، من صغري ناطف قلبي عليها. بس شقف وكباب؟ تكرم عينك، هلا بخلي مطيع اجيب لك اللي بدك اياه. انت امي شو جا عبالك اجيب لك؟ موزه وقيمة وجلسه. تكرم عينك حجي، هلا بخلي مطيع يجيب لك اللي بدك اياه. فرد مره انا والله كمان جاي على بالي الهمبرجر، هلا بخليه يجيب لي. قوم يا مره هات التليفون لنشوف ليش تاخر مطيع. حاضر تقبرني. اهلا اهلا بالوحش، اهلا بالمغوار بالثابت، الله بحييك. شو طمني؟ ان شاء الله بدأت بنص خلقتها تحت كفين ونفسي ولعتها. دو خير والله، يعني بدي ارجع على البيت. الله يعني لك اساسا هذا اللي بدي يا رمزية، هذا اللي بدي اياه. تخيل انت واخوك كيف خلال الساعة، بس هذا الزلم ما قلعنا ليش هو الشنطة طلعت سلطة. شو سلطة؟ شايفة لفيت ودورت لوين رايحين؟ وعم تقول هذا اللي بدي اياه؟ ايه ما راح تحلم فيه. برني ربك. أنا لا متضايق ولا زعلان من حدا، أنا زعلان على حظي. الله وكيلك يا أخي، أنا بعرف إنه رمزية بتتعبني، بس كل ما أفكر إنه أتركها لتتجوز واحد تاني غيري والله بشم. آه فهمت عليك، هذا اسمه الحب الجحاشي. بس على فكرة أنت مو شايف اللي إحنا شايفينه؟ ها؟ إيه بس يا أخي، يعني والله إنه بعض الظن نقص. هلا هي بجوز تكون طايشة بس ما أنا فلتانة. بعدين أنا هلا مالي حكم عليها، بكرة بس أتجوزها ضبها وبحكمها بجوز تعقل. طب أنا حاتركك تساوي اللي بدك إياه، بس في مانع إذا راقبت لك إياها من بعيد لبعيد؟ لا يستر على أختك، لا تراقبها ولا تراقبك. انت حل عني وانا بألف خير من الله. شو هاد؟ شو هاد؟ مو هذا اللي بدك اياه يصير؟ هي بعثوا لك اغراضك. يا حرام يا زوز، روحت جوهره من ايدك، اليوم كنت بكتابها. خلص اختي، انا مو ناقصني، كله اسمي ونصيب. فادي
اتصل سهرك من حلب وقال طلع لك يومين لعنده مشان تريح. جوزك ما بده يريحني، جوزك بده يورجيني قرايبته، بعرفه. ايه وشو عليه يعني؟ يعني هو حابب لك غير السترة يعني؟ اختي شو بكي انت؟ انا كرهت الجواز وما عم بدي اتجوز، لك كرهت البنات، حدا له عندي شيء، اذا متضايقين مني بطلع بنام بالشوارع. لا يا اخي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ نحن نتضايق منك، اعوذ بالله، بس والله من قهري عليك، لك اخي ليش هيك عم بتساوي بحالك؟ لك حاجة تدقي بقى، لك خلص خلص بكفي. خلص اخي، خلص روق، بس انا ما دخلني اذا صغرك ضاج، ما دخلني ها. خير سهري؟ شبك؟ ليش ما اجيت؟ خير ان شاء الله، والله شغلت بالنا. ما في حمد لله على السلامة ابو حسن؟ ما في مبارك ما اجاكي؟ انت بتعرفي انه مسرة عم تطلع من البيت لحتى تشوف شاب؟ لا والله. وعم تحلفي كذب كمان؟ طول بالك سهري، طول بالك، المرة ولدانة جديد، ما بسوال هلا بصير معها حمل نفاس. تروح روحك وروحها. إذا كنت خايفة عليها خديها معك، أنت طالعة. قولي على أمك. طعي منوشي بسرعة عشان ما أذبحك، شايفك؟ قولوا لي قولوا لي فين، قولوا لي فين حبيبي، فين راح حبيبي، فين ملي فين طويلة فين أطول 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 شخفية وعملي واحد أطول فين حبيبي مبينة قلت إذا بدك تطول وتبقى فين محين وإزاي ينسى إزاي إزاي ينسى إزاي أما صحيحنا إزاي صحيح خزني فعز الشوب وباقي الله يوفقك واحدة واحدة خزني 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 فعز الشوب وبجيبه وبجيبه عز الشوب وبجيبه بجيبه وبجيبه عمر في حالي غلبت انابيبه انابيله عمر في حاله غربت انابيبه غربت انابيبه أنا بيبو؟ أنا بيبو كل البنات بتحبك كل البنات حلوي 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 مرتين يلا شرف قوم معي على الشغل قوم يلا تحرك ما بقدر ليش بقى ما بتقدر؟ ما بقدر لا اليوم ولا بكرة بدي مع السوبر ستار أيوة معناتها خلص مصمم تبهدل حالك وتبهدلنا وتبهدل العائلة وتدخل بالديك ديك 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 ما أخي ليش لبهدلكم؟ أمك سمعت صوتي وكله سمعوا صوتي وقال له صوتي حلو بتعرف إذا أنا صرت مطرب منتشلكم من الفقر وبسحبكم وبخليلكم عيشتكم احلى عيشه لحالي انا بستقر باخذ بيت عمرائي اجاره حتى لو كان 4000 ليره بالشهر باخذه لحالي حسبي الله ونعم الوكيل ليك مطيع مطيع تبو قلبي نحل لحقتك مين نحل لحقتك لك هات مصاري عبي البراد ما في شيء بالبراد منين؟ ما في شيء منين منين بتجيب يعني بني حالي بعطيك منين ما معي هادو الدين عم تتزلمن ولاك كل عمرك تاخذ مصاري ما ترجعهم كذاب لا بزعل منه كذاب كل مره برجعهم كل عمرك تاخذ ما تعطيني ايه خلص الله يسامحك انا الي الله انا هالمره مسكينه وامها شوف امها كنت اكل صغري هالقد صار يا جنبي حرام عليك تعال خلص تعال لا لا خلص تعال خلص خلص لا لا والله خلص والله ما بقصدي خلص انا بقى لك خلص بقى بلا غلاصه طيب يام طب يا مبتي هذا كان شو بدك تكفي هاي؟ شو بدك تكفي؟ الفرقة ما بتكفي؟ ما بتكفي شيء هاي، ما بتكفي شيء. علبة المرتديلا صارها 500 ليرة يا مبتي، أنت مو عايش بالبلد أنت؟ بلا، سي، معك حق. طب ليك مبتي معك غيره؟ يوبر قلبي شو عامل؟ والله حنين، والله بزعل علي. جد عن جد بزعل علي.
كملي كملي. الله يخلينا يا. الله يخلينا يا مطير. يلا حلوين. حلوين. طبعا يا سيدي يا بختك. وانت اللي زيك ميل ميلامين. انت اللي زيك ميل ميلامين. ميلامين؟ مطيع ما عم بفهم عليك. يعني ما بدك تستلم الورشة جديدة؟ قسما بالله العظيم ماني عارفان شو بدي اقول لك يا استاذي، والله محرج منك كثير. بس بيت حماي رابطين جوازتي بالمصلحة، بدهم ياني غيرها. ايه مو حكي هاد، ليش شبه شغلتك؟ هي ما بها شيء مثل ما تفضلتي، بس يعني هن فكرهم انه يعني بطل هالمصلحة كلها وافتح لي هيك شي محل ممنوع واعملوا موبايلات. وانت يا مطيع معك مصاري لهالمشروع؟ أنا بقدر استأجر المحل 6 شهور، بس المشكلة إنه ما معي مصاري عبي، يعني ماني عارفان شلون بدي أدبر حالي وكيف بدي أرتب الأمور وكيف. والله ما بعرف، الله كريم. يلا الله كريم. بس أنت يا مطيع ما بتفهم بهالشغلة، لازم تحسب بالتجارة الخسارة قبل الربح. بتفهمي من تمك أستاذة. الله كريم، إن شاء الله ما بنخسر. بعدين على المقلية بضب أخي فيه لأنه ما عم يزبط ولا بمصلحة. على كل إن الله يوفقك. إذا حبيت ترجع أنا جاهزة. تسلمي خلي لي إياك يا أستاذي، والله أنت ما في منك قسما بالله. هذا بقى حسابك. سلم إيديك. أنا إن شاء الله بكرة ربعت أخي لم العدة. قسما بالله أنت بنت حلال، وكتر خيرك، يا ريت كل العالم مثلك. السلام عليكم. مطيع، أنا حابة أقول لك شغلي قبل ما تروح. حياتك اللي عايشها هلأ أنت حر فيها، بس يا ريت ما تضيعها هيك. وإن كانت ولو بد بتضيع، فيا ريت تضيع على شيء بيستاهل، ويا ريت كمان بالمرة الجاية أشوفك أحسن من هيك. إن شاء الله أستاذي، إن شاء الله. السلام عليكم. تبكي حرام عليكي، لك دخيلك اللي بتنزله السما بتسلق على الارض، شو حيزلنا جوزك يعني؟ لك حاج تبكي ان شاء الله. شوفي هالصغيره لك وشها كيف قابت من كتر ما عم تضيع حليب زعل. والله يعني حاسه انه هالبنت الشرف علي وقت ما اجت على هالدنيا والنحس ما بارقني، لاخو اخر طب الكلب طلقت اللي على قامتي. خرسي وبلا عليك، حرام عليكي، هاي طفلة مصحف مطوي ما بيصير تحكي عليها هيك. بعدين جوزك من يوم يوم علي الأصل. هاتي هاتي هالصغيرة لركنها. تقبريني تقبريني يا ستك يا حبيبة قلبي. ليكي ليكي هالوش الملايك، ليكي بسم الله بسم الله عليكي يا حبيبتي. تعرفي لك زيان، أنا مشغول قلبي على هالولاد وعلى مسرة. ما سمعتي جيران كيف قالوا انه كان ابوها لحقها بالسكينة على الحارة بده يذبحها؟ يا ريتو ذبحها وخلصني منها، اصلا هي سبب كل البلاي بعد لقتلها ان شاء الله. لك والله انت وجوزك انتوا الاثنين اجن من بعض، كتر خير هالبنت ما جنت هي الثانية. دخلك شو عملت يعني؟ هي اول وحدة بتحكي مع شاب؟ تعي لقلك لك امي، لازم نلاقي لنا شي زلمة يمون على جوزك يحكي معه مشان يرجعك، مو محبة فيه لا والله، بس مشان هالصغار ومشان مسرة. والله خايفة يعمل لها شي. امي ليش هذا حدا بيمون عليه؟ انت بتعرفيه. بعرفه. ماشي انا رح روح لعنده حتى لو ذبحني. ما بكفي ترك هالمسكينة بلا اواعي. وخالي يا حبيبة ستك، انا المسا بدي روح لعنده احكي معه وافهم منه شو بده يصير. ان شاء الله الله بيسره يا رب. والله يا أمي حاسة جسمي مثل النار وراسي عم يغلي غلي. يبعت لي حمى يا أمي، خايفة يصير معك حمى نفس. يتقبريني إن شاء الله. قولوا لي فين حبيبي فين راح حبيبي فين؟ وإزاي إنسى إزاي؟ ما صحينا إزاي؟ خدني في عز الشوب وباجيله وباجيله، عمري في حالي غلبت أنا بتحبك. كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك. وانت اللي زيك من ولا ولا تري بيت تري بيتي تري بيتي تري بيتي تري بيتي تري بيتي تري بيتي تري بيتي. كل البنات شغلاني بتعدي مش شايفاني، وانت يا دوب بزواني تسأل عليك ملايين تسأل عليك ملايين تسأل، ولا حاجة فيك نقصاني. ليه العيون سايباني وانت اليوم والتاني بتقرب بتطب بتقرب دي دي بت
بتقربي لي دي بتقربي لي دي وتبعي زبطت زابط معي اللحم بجنن بياخد العقل ان شاء الله بتطلع على قبري يا حبيبي دفني العمرة القلم تعرف شو صوتك طالع مثل صوت مصطفى قمر على احلى كمان على احلى بس يمكن اللحن ايه 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 بلا بس اللحم مخربط معه يعني هذا الصوت بيهمني اكثر من اللحن الصوت كله بفضل السكر نبات بفضل الحجه قولي على امتي يا صاحب امي امي شبكي امي 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 اتصلي على السريع مطيع اتصلي على السريع قولي له امك فصلت صوت وصوره امي شبكي امي بعد تقلي عليك ليش هيك؟ بدك تقطع كل شيء كله بعد تحكي معي بدك تعال شوفي لك زينة امي اعمل لك تنفس صناعي امي الو 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 مين؟ انا زينب مين زينب؟ زينب بشرق لبن زينب بشرق وين سامعها؟ طيب انت هون؟ انت نعم نسام موبايل مطيع بجيبتي وينك؟ بس على السريع خلينا ناخذها على المستشفى هيك تروح معاه لو تحطي على حالك شي وعاء على السريع ايديا آي ساعة الانترنت ب 50 ليرة وساعة الالعاب ب 25 طيب هذا اللي قلت عنه شو اسمه؟ الانترنت هذا كم ساعة بيشتغل بالنهار؟ قد ما بدك طالما انت فاتح فينك تشغل الانترنت ما بيحترق يعني عن جد عم بسألك بيحترق شيء؟ لا شو بيحترق؟ طيب والألعاب كلها هي قديش بتطالع بالنهار تقريباً؟ هي الألعاب أحلى شيء بيجيك الأولاد اللي أهلهم لاعشينهم وما أهلهم لا شغلة ولا عملة وبيقعدوا عندك من أول النهار لآخره وكل ساعة بخمسة وعشرين ليرة يعني قديش هالدكان بتطالع بالنهار هيك أشي لفة؟ أخي بدك تحكي لك بالصيف 2000 3000 ليرة بالعيد 5000 ليرة وبأيام المدارس بلحقك 800 ألف وانت بتعرف الشغل مواسم وإذا اعتمدت بكرمك كتير تسلم الله يخلي لي إياك معلش عرض لي إياها ما فهمتها بحسب لك الجهاز بعشرين 20 ألف ليرة؟ مو بعشرين بخمسطعش أنا موقف علي بثلاثين وبحسب لك إجرة المحل 10,000 بالشهر بس بدك تدفع لي 6 شهور لقدام طيب يعني بلا منهودية كل هالماكينات وأجار المحل قديش كلهم بيصيروا؟ يعني بدك تقول 150 ألف ولا تنسى أنت أخذ محل شغال ولسماته أخي روح شاور عقلك واسأل ومعك من هلأ للمساء وإذا ما بدك في عندي زبون تاني بس ما تجي بكرة الزبون معه أكتر مني يعني عليك الشباب ولي عمي برزار شكرا شو دكتور طمنا ان شاء الله الحجه خالصه هاي ليش تاركينا هلا ما قلنا لكم لازم تعمل عمليه يا والله شوي هيك الاحوال دائره بس المريضه حالتها ما بتسمع لازم تحاول تدبر حالك اليوم لانه ضروري ضروري تعمل العمليه طيب ما في احتماليه انه يعني نعمل عمليه بعدين نحط المصاري والله ما بعرف بدك تنزل تتفاهم انت والاداره فهمت عليك سلطه سلطه شو قال لك الدكتور عم ندبر مصاري اليوم من تحت الارض وينك راح ادبر مصاري خليكي هون منين منين سرطان عندك ام انت بعد
حسرتي ناحت علينا النايحة والعين تبكي والمدامع سايحة كنا نشرب من مياه السلسبيل صرنا نشرب من البحور المالحة يا حسرتي ناحت علينا النايحة يلا اطلع يطلع بلا اطلع وانا بعيد طب شو اطلع ما اطلع رح تروحنا الميتور يا زلمة لا حال امي هاي امي مشان نحمك ميتورك مامتك امي بعيد بدي شوف الفرق بيني وبينك انا اطلع والله انا رايي إذا هذا المحل بهالمواصفات هاي ما بده وقفة بنوب حاكم هدول محل الكمبيوترات عم يقصوا ذهب ولا تفايت ولا طالق مزبوط عرفتي ماما مثل مين؟ مثل مين؟ مثل خلدون ابنه لأبو عرب ايوه ايه بس أنا اللي مجنني وما عم يخرط نشطي إنه ليش بده يأجر المحل إذا عم يشتغل؟ ايه كنت اسأله بعدين ولك صاري هدول أصحابين المحلات ما بيأجروا محلاتهم إلا إذا كانوا فايتين بمشروع أكبر إيه أنا معك متعمي بس يعني الزلمة بده 6 أشهر نقدي غير حق الأجهزة منين؟ يو ادفع له شو خسران؟ منين يدفع له؟ أنت بتعرفي إنه حيلتي وفتيلتي هال100,000 بعدين غير هيك وهيك تتأخر جوازي متعمي والله يا مطيع بدك تدبر حالك محل بهالمواصفات هاي ما بتفوت بنوب بعدين بصراحة نحنا يعني ما عاد نقدر نأجل جوازي أكثر من شهر بقى دبر حالك وشوف لك شي حدا يدينك المبلغ من هون من هون بعدين مطيع إذا هذا المحل جاب لك 30-40,000 بالشهر لك دغري بتتجوز ما عاد عنا عطلة على شي طيب وال50,000 منين بدي دبرهم والله ما بعرف شو بدي قلك يعني هيك أنت عم تحرجني أنا كرمتك زيادة وهيك صارت المسألة صعبة عليك والله هي قدرتي شو أعمل شق حالي يعني وكسر الهقمة معي غيرهم لو معي لأعطيك سنة لقدام يا سيدي تكرم عينك هات رعبون وتعال مثلا نكتب العقد لك تسلم لي عينك سيك سيكلي هي 5,000 ليرة وهات كوسي هات العقد خليني أقرأ الفاتحة بالأول قبل المصاري سمي بالله هات العقد يا رب قول يا رب لا معك ألا وين ألا لك أمي حاج تبكي حاج تبكي إن شاء الله حاج تبكي اللي ساعتين عم قلك لا تبكي هلأ بروح حليباتك لأن إحنا حقك ما معنا منين نجيب لها حق حليباتها لها الصغيرة والله يا عمي مو جايني أعود بدون ولادي يا بتروحي بتجيبيهم أنت يا أنا بجيبهم ينمحق منه لبنته والله خايفة يعملهم شيء أنا رح أنهي الموضوع واللي بده يصير يصير شو حيصير يعني الله لا يوفقه طالما طلع خليه يدفع نفقتها الصغيرة اللي ما طلع بوشه الله لا يسامحه ايش وحنستنى لتموت أبوك بعتك اشتراك دخان؟ لا إن شاء الله بسم الهاري يشربوا شو أمي طبعاً ضربكم شي حبيبي؟ لا ما ضربهم بس ضرب أختي مسرحة بس يا علامتي إن شاء الله يبلا بكسر دياته خلينا معي لا تقبرني هلأ بشوف شو بدي سوي خليك أنت هلأ أنا رايحة أشوفه سهري أنا جاي أحكي معك كلمتين ما بدي احكي مع حدا شايفه كيف؟ ايه مو على كيفك راح تروح بنتك الصبيه وانت نازل فيها قتل وضرب وحبس بالحمام وراح تروح مرتك الثانيه اللي ما لها ولدانه يوم وبتقلي ما بدك تحكي معي انقلعي ولا حكي فاضي وين رايح يا حبيبي وين راحت على الدرويش يلي بيرضى وبيعيش ضيع أمل ضيع حلم
دهن الهوى ورنيش راحت على الدرويش مياش أحلام وميش لما القلب تعبى ظلم لبس أشواق وخير.